متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا واحد الحالة إنسانية، حالة محتاجة للدعم ديالكم، محتاجة للدعم المادي، محتاجة للدعم المعنوي. واحد الحالة إنسانية جد مؤسفة صراحة. هاد الحالة جاتنا من قاع سراس، واللي هي كتبعد على مدينة طنجة ما يقارب 110 ديال الكيلومتر. يعني باش أن الإنسان يجي من قاع سراس حتى لطنجة باش يصور روبورتاج ويبغي أنه يوصلوا للناس ويوصلوا للمجتمع ويوصلوا للمحسنين، الناس اللي كتحب فعل خير، فراه ماشي سهلة. وأنه باش تجي إنسانة هالطريق كاملة من ما يقارب جمدون اللي هما شفشاون وتطوان حتى لطنجة، يعني 110 كيلومتر، فراه هادشي كيعني أنها شحال محتاجة للدعم ديالكم ومحتاجة للدعم ديال المحسنين. معانا ومعكم اليوم خديجة، اللي غنتعرفوا عليها في هذا الروبورتاج هذا، تحكي لنا على الحالة ديالها وشنو باغا في الحياة، شنو اللي محتاجة. فكنتمنى من الله عز وجل انها تلقى اللي يعاونها، كنتمنى انكم تمدوا لها يد الخير. وابار ديك الشباب وديك اللي كيبقاو يتصلوا كذا اجي ما عرف شنو، كنتمنى انهم يشوفوا فيها كنظرة اخت، ما يشوفوش فيها ديك النظرة ديال النظرة ديال التفاهة التحرش وداك الشيء كامل. كنتمنوا انهم يشوفوها كاخت اللي يقدر يعاونها، وخاصه الشباب في النورمال هما اللي خصهم يعاونوها، لانهم الشباب اللي خدامين هما اللي محركين وكذا، ماشي هما اللي يزيدوا يكملوا عليها. اختي خديجه مرحبا بك. بارك فيك. السلام عليكم اختي المغاربه، دخلوا خارج ارض الوطن. معكم خديجه اشداد، 25 عام، من قاع سرس، نواحي ديال شفشاون. مرحبا بك اختي خديجه. الله يبارك فيك. نعم، انا كنعيش بوحدي، كاريه واحد البيت صغير، فيه غير البلاصه فين كنعس وطواليط حاشاكم. نعم. الوالدين ديالي ماتوا الله يرحمهم، بزوج بيهم. الوالده ديالي في 2011 والوالد في 96، خلاني مازال ما تزاديت. نعم. 2011 وتحرمت من الدراسة ديالي من الطفولة، يعني من نهار اللي توفات الوالدة ديالي وأنا كنعيش معاناة بزاف. الوالدة ديالك؟ نعم. تعقل الملامح ديالها؟ كان عقل الملامح ديالها. ما قلتي لك ما شبعتيش من الحنان ديالك؟ ما شبعتش من الحنان ديال الأم، يعني الأب شوية، يعني خلاني مازال ما تزاديت، ما كنعرفوش، ولكن الوالدة هي اللي ديكتار. عندك شي خوت؟ عندي خوتي. نعم. حنا تعاونوا معاك شويه؟ كيتعاونوا معايا بعض الاحيان. كتشوفهم؟ كنشوفهم، كنتواصل معاهم. واخا خديجه، انتينا في الحياه ديالك اليوميه، علاش ما قدرتيش انه تخدم شي حاجه، تعدل شي حاجه لراسك؟ وكنت كنخدم ديجا، كنت كنخدم ولكن مرضت، الظهر ديالي هو اللي كيعطيني الالم بزاف، ما كيخلينيش نخدم ولا حتى شي حاجه. باش داك العمود الفقري هو اللي كيضرني بزاف في الظهر ديالي. ما عمرك عملتي تحاليل ولا؟ لا والو. علاش؟ يعني ما كاينش الحاله الماديه، ما كاينش اللي يعاون، كاينش اللي يعاون. خديجه، انت شنو كطلب من المجتمع والناس اللي كيشوفوا في هذا الفيديو؟ كنظلم المحسنين الله يجازيهم بخير، يشوفوا الحاله ديالي في كنعيش، ويحسبوني بحال اختهم الصغيره بحال بنتهم، ويتعاونوا معايا في سبيل الله الله يجازيهم بخير ان شاء الله. ان شاء الله. فاش غنزيدو الرقم ديالك؟ كيفاش تبغي الناس يتواصلوا معاك؟ يعني فاش يصاوبوك مثلا الفلوس، ولا عندك شي حساب بنكي؟ لا، ما عنديش الحساب بنكي، غير هيدا في كاش بليز ولا وفا كاش. ان شاء الله. زيد هذا على راسك شويه، كيفاش كنتي في الدراسه ديالك؟ كنت مشا مزيانه، كنقرا مزيان، مجتهده، ولكن ملي توفات الوالده ديالي صاي ما بقاتش عندي الكانه ديال القرايه ولا شي حاجه، يعني ما بقى عندي الخاطر لا نلعب مع الاطفال ما حتى شي حاجه. صافي، يعني النهار اللي توفات الوالده ديالي وانا معقده، كنعيش واحد الدور صعيبه، يعني مشات الوالده مشات. نعم، كنعيش واحد الدور يعني بحال اللي ما كنحس براسي ما عايشاش في الدنيا مره. علاش؟
يعني ملي فقدت الوالدة ديالي صافي، هي اللي كانت عندي، كان عندي الأمان بأن الوالدة ديالي معايا. ملي مشات صافي ما بقى عندي حتى شي أمل. ما ندمتيش لأنه خرجتي من القراية؟ نعم. ما ندمتيش لأنه لا ندمت طبيعة الحال، ندمت حتى شي القراية هي أحسن حاجة. نعم. فكرت نرجع ولكن الدور ما خلتنيش نرجع، يعني كنت في واحد الحاله صعيبه اللي هي بحال اللي دمرت الله يستر النفسيه ديالي، دمرت ما بقاتش عندي القانا في القرايه ولا في شي حاجه في الخدمه، ولا يعني كرهت كل شيء، الحياه ديالي كرهتها. كنت خدامه في الديور، كنت كنخدم بالشهر، كنعمل الشغل ديال الدار كامل، ولكن الخلاص ما كانش مزيان. كاين اللي كيعطيني 500 درهم، كاين اللي كيعطيني 500 درهم في الشهر، 550 درهم. نعم. 600 درهم. كنبدا في السبعة. نعم. سبعة الصباح حتى الليل، قولوا ديك العشرة د الليل 11 يوميا. باش في الاخر 500 درهم. نعم في الاخر 500 درهم. كنت كنخدم في واحد المطعم حتى هو عاود، كنجي في الصباح بكري وما ما كيخلصش مزيان، كيخلصني 25 درهم في النهار. اليوم اذا في هذا الفيديو هذا شافك شي واحد من قاع سراس وبغى انه يخدمه؟ نعم ما نقدرش نخدم اخي. علاش؟ مريضة، الدار ديالي كيدارني بزاف، ما نقدرش نخدم. ما إلا إذا شاف هاد الفيديو هذا شي طبيب هذا بغا يتكفل بالحالة ديالك، يشوف شنو عندك، إن شاء الله تمشي إن شاء الله، الله يجازيهم بخير. يعني إذا تمشي تشوف شنو نشوف شنو المشكل. نعم شنو المشكل. خديجة شنو هي آخر رسالة تقدر توجهها للناس اللي كيشوفوا كذا؟ كنوجه الرسالة ديالي للمحسنين والمسؤولين اللي يشوفوا الحالة ديالي ويتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير، حيتاش كنعيش واحد الظروف صعيبة اللي هي بزاف بزاف. خديجة انتي جيتي من مدينة بعيدة. نعم جيت. شنو السبب اللي خلاك تجي كل هاد المسافة؟ جيت نطلب المساعدة. نطلب المساعدة من محسنين. ما عندي حتى شي حل اخر، كنطلب من المحسنين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معايا ويشوفوا الحاله ديالي ويحسبوني بحال اختهم الصغيره، بحال بنتهم. ان شاء الله يا ربي، الله يجازيكم بخير، الله يجازي المحسنين وتنتينا، الله يجازيك بخير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.